نروح لمين؟ لما الواحد يكون مخنوق وتعبان وتايه مش عارف ياخد قرار، روح لصديق روحي. داود في لحظة تعب تاه، بقاش عارف يكمل وجوده جنب شاول ولا يبعد عنه، بقاش متأكد شاول ده بيتقلب كل يوم. راح دور على يونسان. يونسان كان مخلص بجد، كان بيحب ربنا بجد وبيحب داود بجد، وقال له هجيب لك قراره، هقول لك تبعد ولا تقرب. وبعدين قال له ابعد، الوقت مش مناسب انك تقرب، خليك مع ربنا، خليك بعيد عن المشاكل. ابحث دايما عن الصديق الروحي، الشخص المخلص اللي هيقول لك رأي ملوش فيه غرض، حتى لو كان الرأي ده على حساب نفسه. يونسان كان يتمنى داود يفضل جنبه وأبوه كمان يفضل جنبه، لكن ما كانش ينفع الموضوع يمشي كده. دايما روح للشخص المخلص اللي انت ضامن إخلاصه قبل أي حد.